السلام عليكم. تم اليوم افتتاح مصنع تركيب سيارات هونداي بتيارت، وهذه شيء جميل وبادرة خير، حيث أنه هذه البداية سوف تفتح كل مصانع تاع تركيب السيارات عبر التراب الوطني، ولكن بشروط جديدة إن شاء الله تكون في فائدة الاقتصاد الوطني والمستهلك الجزائري كذلك معا. نخليكم مع نهاية التصور، والسلام عليكم.